القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. طيب هنا يقول القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم، يعني هذه القواعد تبين معنى الشرك وأحوال المشركين وتبين تبعا لذلك ما هو التوحيد، ما هو التوحيد الذي هو ضد الشرك. فهنا القاعدة الثانية أن المشركين ومن أشبههم ووقع في مثل صنيعهم إذا قيل لهم لماذا تشركون بالله وتدعون غير الله تعالى، يعني هؤلاء الذين يستغيثون مثلا بالحسين أو بعبد القادر الجيلاني أو السيد البدوي يستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون حول قبورهم، إذا سألتهم لماذا تفعلون ذلك وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، إذا قلت لهم هذا شرك بالله تعالى ولماذا تفعلون ذلك، يقولون يعني هؤلاء فقط شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. يقولون كيف تقولون هذا شرك بالله، هؤلاء فقط شفعاء يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى، مجرد وسطاء يشفعون لنا عند الله. الشفاعة هي الوساطة، الوساطة في جلب الخير للغير، هذا معنى الشفاعة، الوساطة في جلب الخير للغير. فيقولون هؤلاء شفعاء يعني يتوسطون لنا عند الله سبحانه وتعالى ويطلبون لنا من الله تعالى، فيقولون نحن نذبح البدوي والحسين وكذا حتى يتوسطوا لنا عند الله سبحانه وتعالى، يعني تعالى الله عما يقولون، يعني يشبهون الله سبحانه وتعالى بملوك الدنيا الذين لا يستطيع أحد أن يذهب إليهم مباشرة، لابد يبحث عن شخص يكون قريب من الملك ولا له معرفة به ولا موظف عنده فيطلب منه أن يتوسط له عند الملك ويطلب له من الملك أن يأذن له في الدخول عليه وفي مساعدته. فلله تعالى المثل الأعلى، فهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يستطاع الطلب منه مباشرة، لابد يبحثون عن وسيط يشفع لهم، ويزعمون أنهم بشفاعتهم هذه يتقربون بها إلى الله في الرزق أو في دفع الضر. طيب هذا الميت لا يقدر على شيء، هذا الميت لا يقدر على شيء، وأنت تطلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزقك وهو الذي يغفر لك وهو، فإذا اطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من الميت الذي لا يقدر، ولا تطلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فوصف الله تعالى يوم القيامة بأنه يوم لا بيع فيه ولا خلة، الخلة اللي هي المحبة والصداقة، فكل خليل يتبرأ من خليله، لكن هناك استثناء، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فاستثنى الله تعالى المتقين، يعني خلتهم ومودتهم باقية يوم القيامة، لكن غير المتقين الخلة تتقطع بينهم وينقلبون أعداء، يتبرأ أحدهم من الآخر. ولا شفاعة، يعني لا شفاعة تنفع يوم القيامة. وأيضا هذه الآية يعني مجملة
تفسرها الآيات الأخرى. فهنا الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى يعني لا شفاعة بغير إذنه ولا شفاعة بغير رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع. فكما سيأتي توضيحه فالشفاعة المنفية يعني هي التي لم تتوفر فيها شروط الشفاعة الصحيحة التي سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالقصد أن الشفاعة إذا كانت يعني طلبا من غير الله سبحانه وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهي شفاعة شركية ونفاها الله سبحانه وتعالى، وهي التي كان يفعلها المشركون بآلهتهم ومعبوداتهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك. والدليل الشفاعة، شفاعة الدليل كذا قوله تعالى إله سبحانه وتعالى قولك سبب الدليل شفاعنا وحالي هذا متى وحود حي وحود حي إلى رواصب وحكري مثلا قولي أن كلك سمك القناة دو جرجرة فروشة وحأك قال كأكل ونوع واصب وسكوك حري مرك شفاعة وحاسك حري إلى هذا مرك متى وحلي الرياضي قفض خيب وكينه ومتك وكينه مثل الرياضية اللي هذا مثل كامركا وشافع مثل ما مشفع مثل كان أضرب واحد الرياضي نسأ مثل كان إنه وحكو كيان أو خير وحوسو جيدو ومثل كا أروح كر الرياضي نسأ كايا كيان مركا تال دليل كذا وحول دليل ويعبدون وحي عبدان من دون الله إله كسوك ما يضرهم وحنا وحدي بكري أنا بيكو جيسن كري يعبدان أو حكر الرياضي ولا ينفعهم وحنا أنا تري كري وحي كتر كران أمال ابنكم وقيسا كران ويقولون مكا وحيرا ذا هؤلاء كوا مالكتا وإلهي نوغسك ويو أنسي مرنو شفعاؤنا وكوا نوغ إرقيو عند الله إلهي كوا نوغ إرقيو نوجروي شيخ بالبهي جوغو أنا وحن كحرانا شيخ بدوي شيخ حسيش عبد القادر جلالي وحن كحرانا هاي مركا إلهي أكتو وجب أقول لها هايو أيها إيجي إرقيو دونا كوا أيها أمي مركا دعاء وحن لنا ما يطاعت سميسان وشركي محايا للدعاء وعباد إله كله ما يسأل قورع وعباد إله كله ما يسأل نذرك إيا الشرط كوحي اللي جري وبلانت اللي قسر حي اللي جري إله كله ما يسأل وأبطي إنه الشرط بالسوق اللي جري وحي اللي جري ما مهبلو قبر إيه شيخبل إيا الشرط وقوي جرتاي بلانت إيه كسو قاضي شيخبل با بلانك قاضي طالو حايسي سو شيخبل لوم وعورتي بقى يقسر بساكتي ووهيان وحبا اسكوح ما دي يفرطو حسك هذا عندي إيا سنة كا مركا كاسع شرط كليلة وعبادك إلهي الأسفل سبحانه وتعالى إلهي وكليا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وحاقوش يكتاقو ترى هذا أضوامها هي هدي أن وحي قرية سنة وحي ويدي سنة سنة مكذا وحي ويدي سنة أنا وايدين لواحد قريب معنا ما يلي كفوكي مركا أنا قريب ويدي سنة مركا دعاء وعباده وإلهي كليلة يبقى لقر هذه إلهي وأنا غريء سبحانه وتعالى والدغطون إنت قرر روى باهيني مولود هذا بقرضه هي ما هذا جوته ويوبا هيهم عد يسكح الطائجة إياه عد أيوه ما هذا ويهم وحسكح الأوبا هيهم لأن ورقة ده وما هي عد الشعب كي ما هذا ويهم أو ورقة أو كانوا حالات ده لسه عتيه سواء كانوا يوبا هيهم لكن إله سبحانه وتعالى طاوم بعنه قلب هذا واحد كجرو أوجه إله سبحانه وتعالى وحكى قرصنا ما له رب سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد مركا إله سبحانه وتعالى مركا تاسو ديدي والشفاعة شفاعتان شفاعة مركا الله يقيم سطا شفاعة الله يقيم سطا شفاعة منفية شفاعة للديدي والله أقلين يو شفاعة مثبتة شفاعة للصغير والأقلية فالشفاعة المنفية شفاعة مركا للديدي والله أقلين ما كانت وامدة تطلب لقرده ديه ولقى دوره من غير الله إله علانا نهين لقرده ديه فيما لا يقدر عليه إلا الله إلهي يقول يوح أودي كروحا لا أرد وذكر هذا يسوي عدك له دم بقى يا غافر الله ضرب عدك لكر هذا سكور وخطر يا ذو حق قورع لا بسم الله ما كذا حق قورع يا ذو سما يسوى عباده وإسكال يوح لو قورع الله ما وح لو قورع عدك لحلو ما قورع إنا ذو سما يسوى شرك
يا ندر يا بلام الله قراء ولي رهنا إله يا وحى يفضو ذي الله سبحانه وتعالى كل جباس كان عدكروا هنان كرتوا عليه ما يجدتوا ما كما كان تطلب ومد لقدر هذه من غير الله إله إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله إله يمجي وحكروا كيلي كرا وحن لا أرد وأنا عدك لكرها هذا سبحانه وتعالى إله وكا قاضي كرو إله ما نكون كيلي كرو عافماتك إله ما بسيك أولاد إله ما بحكة سبحانه وتعالى عدك لقمر هذه والدليل قوله تعالى وعن الدليل حضرك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ضدك إيمانك لقيه ليه وربه قاسميه أنفقوا بحية مما رزقناه كي أهدوك إرزاقنا واحد سيني وحكا بحية من قبل كهر أن يأتي أنت سنيدين إيمان يوم مالي لا بيع فيه وحكا لقذا شيء سنجري مالي مسنئيبي وحكا لقذا شيء سنجري كهر وحلا بحا ولا قلة صاحب نمان أي سنجري مالك أيها الصاحب بان هيني أدوم بان سوف يعنيني ما يجرتو الله سبحانه وتعالى نقول الأخير لا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين مالك أنت أمرك إلا قارو كو إسجعلا عالو إسكو يهينو أيها ربطتك إسكو قدرا إلا كو يرء إله سبحانه وتعالى وكسر لغينو يهين وضدك متقين وربك فقمو يهين إنت قلوا أيها بعالو إسكو ولا أقول لكم أي سنجرين مكة الصاحب نما أي سنجرين ما هو حاس زوجك كاعر دونه نكاعر دونه نيكو الحاسس كعرب دونت عروت هذه أذكر عرب دونت هو يدعون كعروش أي قوة دي أي كعرب دونت مركز صاحب نوم مجرد عيلة تسوق ليش ولا شفاعة وحي الجي أنا مجرد وإله سبحانه وتعالى أدي لهم وجه يقول لي هاي قصي يجي الجي أنا مجرد والكافرون قوة جلظة هم أيجا أنباء الظالمون قوة ظلم السماء وحد جدوب كبدن أيجا وياه بالنسبة للشفاعة المنفية فكما ذكر هي أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ومن هذا الباب الطلب من الأموات لأنهم لا يقدرون طيب ما حكم طلب الشفاعة من الأحياء؟ ما حكم طلب الشفاعة من الأحياء؟ وردت أحاديث تفيد جواز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وقت حياته وكذلك من الأنبياء عندما يبعثون يوم القيامة لأنها حياة أيضا يعني إما في حياة الدنيا أو وهم حاضرون في الحي الحاضر في الدنيا والحي الحاضر يوم القيامة عندما يبعث الناس يوم القيامة فيذهبون إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ويقولون اشفع لنا عند ربك فيطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى والأنبياء يعتذرون في الشفاعة يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله تعالى حتى يقضي بين عباده فكل يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم يقول لست لها اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي حتى يذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها يطلبون منه يوم القيامة أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فيقول أنا لها أنا لها ويشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى يعني يطلب من الله تعالى لهم وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أيضا وقت حياته بمعنى أن يطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى له أن يدعو الله سبحانه وتعالى له وكذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن تطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى له لكن مع العلم بأنه لا يملك الشفاعة إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له يعني أنه لا يستطيع أن إذا طلبت منه أن يشفع لك عند الله أو يدعو لك عند الله فإنه هناك شروط لا بد منها هي التي سيأتي ذكرها أن يأذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة بالنسبة للشفاعة في الآخرة لا بد أن يأذن الله سبحانه وتعالى أولا في الشفاعة أن الله تعالى يأذن أصلا أن تقع الشفاعة ثم يأذن للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه يبدأ إذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة وإذنه للشافع أن يشفع وإذنه للمشفوع فيه أن يشفع فيه
ورضاه سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الرضا عن الشافع وعن المشفوع، عن الشافع أن يرضى الله تعالى عنه ويكرمه بأن يقبل شفاعته، وأن يرضى عن المشفوع فيه بأنه يكون من أهل التوحيد، لابد أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى، فيرضى الله تعالى عنه أن يشفع فيه. والشرط الثالث هو أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، من أهل التوحيد، وألا يكون مشركا. وهذه الشروط دلت عليها نصوص القرآن الكريم. هنا يقول المؤلف رحمه الله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى. يعني الأصل في الشفاعة أنها تطلب من الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فالأصل في الشفاعة أنك إذا أردت أن يشفع فيك النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، أن تقول له، أن تطلب من الله تعالى، تقول: اللهم شفع في رسولك عليه الصلاة والسلام. حتى في حياته عليه الصلاة والسلام أيضا تقول: اللهم شفع في رسولك عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز أن تطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك، يعني وهو حي ممكن تطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك. فهذا نوع من الشفاعة الجائزة، اللي هي أن تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لك، أو تطلب من الصالح الحي أن يدعو الله تعالى لك. لكن يظل الأفضل والأكمل أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى، تقول: اللهم شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تطلب منه بعد وفاته أن يشفع لك، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته لم يبقى إلا هذا النوع، أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تذهب إلى قبره ولا إلى قبر أحد وتقول له: اشفع لي عند الله، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك رسوله عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة تطلب من الله، لأن الله هو الذي يملكها سبحانه وتعالى. والشافع مكرم بالشفاعة، يعني من أذن الله له أن يشفع فهذا إكرام من الله سبحانه للشافع، يكرمه الله تعالى أنه يقبل منه أن يكون شافعا يطلب من الله تعالى. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله، لابد في المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد، يمكن أن يكون مذنبا أو مخطئا، لكن لابد أن يكون ممن مات على التوحيد بعد الإثم، ولابد أن يأذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، ويأذن للشافع أن يشفع والمشفوع فيه أن يشفع فيه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذن من الله تعالى. وأيضا في كتاب الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني حتى الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لابد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء أن يشفع، ولمن يشاء أن يشفع فيه، ويرضى سبحانه وتعالى عن الشافعي، ويرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني ليس لأحد أن يشفع لمن يشاء باختياره وبرغبته، لابد أن يرضى الله سبحانه وتعالى ويأذن لمشفوع فيه معين أن يشفع فيه. فإذا أذن الله سبحانه وتعالى في ذلك وقعت الشفاعة. ولابد أن يكون ممن قال لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقالوا أسعد هنا ليس معناها، يعني ليست على بابها، يعني باب أفعل التفضيل، ولكن بمعنى السعيد من الناس
بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال لا إله إلا الله. إن ليس المعنى أن هناك غيره أيضا سعيد وهذا أسعد بمعنى اسم التفضيل، ولكن مرات اسم التفضيل لا يكون على بابه، وإنما المراد السعيد من الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الذي تنفعه الشفاعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني إلا من شهد أنه لا إله إلا الله، فهذا هو الذي تنفعه الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. شفاعة ولا الشفاعة المثبتة شفاعة لسوي إن شفاعة وقت وحالي لقاها ديو شيخ الحوي شفاعة ولقاها ديو ضدك لنتي وأنا قرنوطة ما قنانو وإله سبحانه وتعالى مهي وح عدك لو كري كرتان لأرك باتكر هذه سعدك لو ننكري كرنو لما طيغ عيدا سبحانه. لكن مدى لقاها ديو ضد نور سيدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرحب النولاء وكاله ولا ليه جري نبي إلهي وإلهي نوغي إرقيه ونوغا شفيع يمد قيامها رائعي دونتو انتده ومضل مركة دواتي سنطه النبي قال الله تقع أنبياء الله تقع والله يصعب بالله بالنبي إلهي نور مد كستر الله تقع إلهي بسوط وغهري ودريب عطاها حالة دان كتير نواد أرتر نوغا شفيع يمد إلهي أنا قال ملي وأنا قال نفطي دقوية عمان بل عدك لجهدي مرب النبي الله تقع مركة دميني محمد صلى الله عليه وسلم الله معه ويرى الثاني قاعد إسكاليت ويرى ذو عشي جوست ستة جو سجود صار شفاعة وقعه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا إن شفاعة لو يديسته أو شفاعة وحي وكره كان النبي صلى الله عليه وسلم إلهي نوبري حالدا أجر نواد ركتها إله رب نو ويدي نو دعاء ويبنانه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سكتم به إن القبر جي ستة تكتو وترى ذني محمد وحسن ويدي سنة يا مصدا إيه تا يلا مكة ما بنانه أمد الذي ذي يكمل طحي. والشفاعة المثبتة شفاعة مركز السوي هي التي وامدة تطلب لجرهاليو من الله إله المدة لجرهالي إله إنا لا أدود إله الدعاء هذا جورع هذا نذر كذا إله إنا قص ولا أدوي إله أكبر سبحانه وتعالى. مركز والشافع مكرم بالشفاعة شفاعه الكان وحيلها الشروط بشفاعه لها شروط بيلها شفاعه شروط أيلاد هي شفاعة وحكم إذا مدك شفاعة القاضي قرط وإن لو أقلا وإن لو أقلا إله سبحانه وتعالى وإن إذا سيء أقلا شو إنه سيء مدك لو شفاعة قاضي أنا وإن إله سبحانه وتعالى هو أقلا إن لو شفاعة وإن هو أقلا إذا كسب بعضها لا بد لهم مدك قاضي أنا إذا بيقرب بعضها مدك لو قاضي أنا إذا بيقرب بعضها شرط قال بعض من نقول إياه إنه إلهي سبحانه وتعالى أكرر للنقض عن المشروع فيه مدك الله شفاعة قاضي إنه يقف إلهي قرالي وكيه قال وحيه السمين جلي وحيه كدغم جلي وحيه كهد جلي أعماش وإنه إلهي سبحانه وتعالى قرالي وكيه مدى السدحات شرطك السدحات وحيه قفك الله شفاعة قاضي وإنه يهي من أهل التوحيد ذلك التوحيد كيستيقى الطريقة السحرة أكس علي طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصحابه يسلفه وناسنا أكس علي قف قص على وإنه يهي إله سبحانه وتعالى طريق سواء قص على التوحيد وإنه يهي أهل القبور يهل الشرك وإنه صناعي وضط وحكد بوريك وإنه صناعي شفاعة لنا أسل كيدق وقلن إلهي بأسكال إلهي نقول ليه قل لله الشفاعة جميعا شفاعة وقلن إلهي بأسكال سبحانه وتعالى عدك رؤى شفاعة قاضي كرتنا ما يجرته ملك بان قاضي كريم رسول بان قاضي كريم عدك رؤى شفاعة بوسا إلهي وقالاني قاضي كرتنا ما يجرته مرك إلهي قفك قاضي وإنه وقلاده مدك الله قاضي وإن الله قلاده إلهي وإن رالي سبحانه وتعالى كنقضه من أهل التوحيد وإن أتحي إلهي سبحانه وتعالى أساسك الوكيلها ولا يشفعون إلا لمن افتضى وما شفع قاضان وشفع أمر راليان إلا قفوا إلهي سبحانه وتعالى رالي كيه أقواشي سيء أقعاشي سبحانه الصميني وحوكو نقمي وحوكو هذي حالة سقفوا رالي كيه مهي سيدة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وكيلها أسعد الناس أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه قفك كوليسا دون شفاعة ذا وأن شفاعة قادة دون مالين تقياما وحوية
qofkii yiraahda laa ilaaha illallah ilaa xaq lagu caabudo ma jira ilaah mooye asagoo weliba dhab ay ka tahay qalbigiisa afka in laga yiraahdo maa laa ilaha illallah afka waa laga yiraahdaa laakiin waa inuu khaalisan min qalbi qalbigiisa waa inay ka soo baxdo oo ilaahay dartii uu ula danleeyay cid kale uusan ula socon wa shaaficu mukaramu midka shafaacada wa shaaficu midka shafaacada qaadaya mukaramu waxaa ugu karaamaya bishafaacati shafaacada inuu qaadaa ugu karaamaya walmashruucu lahu midka shafaacada loo qaadayana من ومن رضي الله إلهي سبحانه وتعالى وكره للنقض وقال يعني رأي وكي قوله هذا الكيس وحق وكوها ضي وحق وافقسا يا وعمل وحق رقمي وعمل دينت يا حق يلوغه لي وقف استقل الضي يا وحق اسكسني أبياشنا كسو قرنيمة بعد الإذن ملك الله قال هذا كدام به كما قال تعالى سيد الله سبحانه وتعالى ويري من ذا الذي مدواكما يشفع شفاعة قاضي عنده إله أبتي إيه مدك الله قادة يمدنا وقما لأن الله هذا الشرط الله هذا مويك الشيء إلا بإذنه إلهي هو أقل هذا موي معنى قف شفاعة قادة كرنا مجر هندوسا إلهي هو أقل مد الله قادة كرنا مجر هندوسا إلهي سبحانه وتعالى وصنوه أقل توقفونا إن شاء الله ونقوم الباقي في الدرس القادم بإذن الله تعالى هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد